بدأت قصتنا من الجاهلية إلى أن ظهر دين منصف لنا وللكل وأعطى كل ذي حق حقه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ظهر وظهرت حقوقنا معه وبرزت في كل العصور إلى أن قامت الدولة السعودية ووصل بها الأمر إلى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وتوارث أبناؤه حقوقنا الملك سعود والملك فيصل والملك خالد الذي كان وقته نقطة تحول لكل امرأة سعودية، وبعده الملك فهد، واليوم والدنا عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله الذي جعل لنا يد وبصمة مهمة من مجلس الشورى إلى الابتعاث في كل العالم، وإشرافه على أكبر صرح تعليم النساء على مستوى العالم وهو جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن آل سعود. نحن اليوم بهذا العمل الذي كان خلفه وتحت إشرافه الدكتورة بصيرة داود نثبت أن الدعم والتشجيع وحقوقنا أوصلتنا إلى هذا الفيلم من عمل طالبات كلية الآداب قسم التاريخ خريجات 1435-2014. كان أسد في المعركة، كان خادم للدين الإسلامي، وكان مؤسس دولة حديثة قاد شعبه وبلاده إلى العالم الحديث. اسمه عبد العزيز. قبل 100 عام انطلق 60 رجل في السر في أعماق الصحراء، وكان يقودهم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. كان هدفه استرداد الرياض وتوحيد البلاد. لقد أحس أن هذا قدره، وانتصر عبد العزيز ورجاله على أكثر من ضعفهم واستردوا الرياض، وكان ذلك في 5 من شهر شوال 1319 هجريا 1902 ميلاديا. يعد الملك عبد العزيز واحدا من أعظم الشخصيات التي ظهرت خلال القرن الماضي، إذ استطاع أن يؤسس أكبر مملكة عربية قائمة على أنقاض الثورة العربية وسط ظروف محلية وإقليمية وعالمية بالغة الصعوبة. كما صنف الملك بأنه أقوى حاكما في الأمة العربية خلال 100 عام الماضية، وربما كانت تلك القوة مستمدة مما كان يؤمن به ويتحدث عنه دائما، وهو أن الفرد وحده لا يبني دولة ولا يقرر مصير أمة. وكان يعرف أن الممالك والدول المهمة لم تقم نتيجة جهود زعيم بمفرده، بل قامت بمجموعة رجال أكفاء. وحمل الملك عبد العزيز لواء خدمة الإسلام والمسلمين، ولقد قطع شوطا طويلا منذ أيام الصبا في الصحراء، وأعاد المجد إلى البلاد وأصبح سيد الجزيرة ودشن ملحمة التقدم والاستقرار والأمن والالتزام بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف. فتولى مهمة دمج أبناء شعبه في مملكة موحدة لضمان تحقيق الرخاء لشعبه، وقد كرس سلطته وقوته في خدمة الدين الإسلامي الحنيف. فإننا عندما نتحدث عن قصة التعليم في عهده رحمه الله، فإننا نحكي عن قصة كفاح وسعي دؤوب تكشف عن إرادة تتحدى الصعاب وتنظر إلى المستقبل الواعد بآمال لا تحدها الحدود ولا تحول دونها الظروف الصعبة التي كان يواجهها الملك عبد العزيز رحمه الله. مرحلة التعليم الأولي ومساهمة المرأة في تطويرها، يمكننا أن نطلق عليها مسمى بدايات تعليم المرأة في العهد السعودي، حيث بدأت المرأة تعليمها في بيوت أسر خصصت جزءا من مسكنها ليكون كتابا يستقبل الراغبات في تعلم القرآن الكريم وحفظه مع تعليم مبادئ القراءة. ففي الحجاز كان يطلق على صاحب الكتاب اسم الشيخ أو الأستاذ أو المعلم، أما في جدة كان بعضهم يلقبه بالمطوع، كما في أن المنطقة الوسطى عرف باسم المطوع أيضا، وكذلك الحال في بقية المناطق.
ويمكننا تتبع هؤلاء النسوة اللاتي ساهمن في محو الأمية وتعليم البنات والنساء، وذلك عن طريق ما توفر لدينا من معلومات حول الكتاتيب ونشأتها، زودتنا بها بعض الدراسات ومجموعة من الرجال المسنين والذين عاصروا فترة تلك الكتاتيب، وكذلك عن طريق مجموعة من النساء المسنات والدارسات في تلك الكتاتيب، وذلك على النحو التالي. ففي منطقة الحجاز وتحديدا في مكة المكرمة، ساهمت مجموعة من النساء المقيمات في تعليم النساء والفتيات من أهل الحجاز، وذلك إما بتخصيص جزء من بيوتهن عبارة عن حجرة وملحقاتها لتكون مقرا للتلقي. وليس من المبالغة في شيء إذ قررنا من البداية أن ما نشاهده من مستوى تعليمي في المملكة اليوم إنما هو محصلة جهد غرست نواته الأولى قبيل 80 عاما فقط. إن هذا التسارع في سلم التعليم والتنوع الشامل لفروعه ومراميه وانتشاره حتى شمل الجبال والصحاري والوديان والقضاء على الأمية بنسبة عالية تضاهي كثيرا من البلدان التي سبقت إلى التعليم والاستقرار، وكانت نقلة كبيرة من دروس الكتاب التي ما كانت لتغطي إلا جزءا يسيرا من حاجة الناس إلى قراءة القرآن وتعلم مبادئ بعض العلوم الشرعية، إلى تعليم نظامي غطى جميع مراحل المعرفة بدءا برياض الأطفال وانتهاء بالتعليم الجامعي وما فوق الجامعي. وإذا كان معلم المرحلة الابتدائية اليوم لا يتاح له ممارسة عمله إلا بعد تأهيله الجامعي والتربوي، فقد كان في عهد الملك عبد العزيز لا يعرف هذه المصطلحات التي تطلق على الشهادات العلمية، بل بدأ بما يمكن أن يكون اليوم لدينا مجهولا، وكان يقوم عليه رجال لا يؤمنون بالشهادات الورقية التي تصدرها المؤسسات التعليمية المعاصرة، ولكنهم يؤمنون بالمقدرة الثقافية والصبر على حمل الرسالة الجليلة في تبليغ العلم النافع لكل شاد وقاصد. إن ما قام به الملك الموحد لا يقارن بجهد الكثير من الجهود البشرية الأخرى، فقد قام الملك عبد العزيز بلم شمل القبائل المتناحرة وأدخل التعليم بعد سنوات الجهل وأزيلت البدع، وما قام به كثيرا لا يحصى. أما تعليم الفتاة فتلك قصة أخرى من الكفاح، امتدت منذ عهد الملك عبد العزيز حتى استقرت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمهم الله، وهي جديرة بالدرس والبحث لدلالتها على القفزات الرائعة التي خطتها البلاد بعزيمة قهرت الفقر وتصميما غلب الجهل وصلابة ما لانت للظروف الاجتماعية المنغلقة ولا للظروف الاقتصادية التي كانت في البداية تعجب الأعداء ولا تسر الأصدقاء. إلا أن عام 1380 من الهجرة يعد علامة بارزة في تاريخ التعليم في المملكة بوجه عام وتعليم الفتاة بوجه خاص، إذ انطلق تعليم الفتاة انطلاقة واعية بعد أن اتخذت الدولة الضمانات التي تؤكد حفاظ الفتاة المتعلمة على دينها وأخلاقها وتقاليدها النقية الموافقة للدين، وذلك إثر صدور الأمر السامي الكريم في 24/1379 من الهجرة. رافعا أكف الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه علينا إذ وفقنا لإقامة دينه وشريعته والعمل بكل جد واجتهاد بإسعادكم وتوفير الرخاء لكم بابلين كل رآل ورخيص في سبيل تحقيق ذلك، ساهرين الليالي مفكرين في أموركم ومتدبرين في أحوالكم، وما كان ليتحقق لنا هذا
لولا تمسكنا بدين لولا تمسكنا بأهداب الدين الحنيف وجعلنا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دستورنا وقد أولينا التعليم القسط الوافر من اهتمامنا ووضعنا له برنامج طويل الأمد وأنشأنا جامعة سعود وهي تشتمل على كلية العلوم وكلية الآداب وكلية التجارة وكلية الصيدلة وإن من دواعي سرورنا أن أصبح يا أمها طلاب من البلاد العربية الشقيقة وسنعمل إن شاء الله على فتح كليات العملية وسنعمل إن شاء الله على فتح بقية الكليات العملية وأمرنا بفتح مدارس للبنات ومما أثج صدورنا ما شاهدناه من إقبال على تلك المدارس ووجهنا التعليم الوجهة الصحيحة النافعة التي تتفق مع مبادئنا الدينية ومتطلبات نهضتنا الصناعية والزراعية والعمرانية مع اهتمامنا بصورة خاصة بالتعليم المهني والفني. كان الملك سعود حريصا على تعليم المرأة منذ ولايته للعهد، وقد انبثقت فكرة تعليم البنات من أهل بيته، وهذا دليل على قناعة رب الأسرة ورغبته في تعليم الفتاة. واقترنت رغبته في تعليم البنات بمفهوم شامل لجميع أفراد المجتمع. وقد بدأ الملك سعود أول خطوات فتح مدارس للبنات ابتداء من عام 1367 للهجرة، والبدايات الأولى بدأت بمدرسة الكريمات في قصره بالمربع، عندما قرر تعليم بناته القرآن الكريم وعلوم الدين. وانتقلت المدرسة من قصره بالمربع إلى فندق صحاري، وأصبحت بها فصول على نمط النظام المدرسي الحديث، وهذه تعد بداية معهد الكريمات الحقيقية. ويذكر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور سلمان بن سعود في كتابه تاريخ الملك سعود الوثيقة والحقيقة أن الملك سعود كان يطمح من وراء إنشاء المعهد إلى تشجيع المواطنين لتقبل فكرة تعليم البنات بعيدا عن طردها على المعارضين. وتحقيقا لهذه الغاية بدأ في إرسال المدرسات إلى منازل أفراد الأسر لإقناعهم بأهمية تعليم البنات. وكان الملك سعود يتابع تطور المعهد ونقله إلى مبنى جديد مجاور لقصره بالناصرية، وتم إعداده على أحدث نمط تربوي وتعليمي، وجهز بكامل التجهيزات والوسائل التعليمية والتربوية، وبدأت الدراسة فيه مع بداية عام 1376 للهجرة. ودرست فيه المواد المعتمدة من قبل وزارة المعارف إضافة لمواد التربية المنزلية والرياضية واللغات، وأتيحت الفرصة فيه لأكبر عدد من الأسر راغبة في إلحاق بناتها بالمعهد، وكانت الدراسة فيه متاحة للجميع ولم يكن خاصا بكريمات الملك سعود، ولهذا يمكن تسميته معهد الكريمات ليكون اسما شاملا لكل كريمة درست بهذا المعهد من كريمات أسر هذا المجتمع. وأجري تعديل على اسم المعهد فأصبح يحمل اسم معهد الرياض النموذجي للبنات، وظل يقدم التعليم الثانوي حتى عام 1390 للهجرة. ويعد المعهد أول مدرسة للبنات في منطقة نجد للتعليم الابتدائي والثانوي. وتوجد تلك الانطلاقة بصدور مرسوم ملكي
بإنشاء جامعة الملك سعود بعد مضي 4 سنوات من إنشاء وزارة المعارف. وقد افتتحت جامعة الملك سعود يوم الأربعاء 14 من ربيع الآخر عام 1377 للهجرة، وتولى إدارتها الدكتور عبد الوهاب عزام رحمه الله. وقد أسهم في وضع خطة للجامعة منذ البداية، وبدأت الجامعة بكليتين، كلية الآداب وكلية العلوم. وقد صاحب هذا الحدث نشاطات إعلامية مكثفة قامت بها وسائل الإعلام الإذاعية والصحفية، وبدأت مسيرة التعليم الجامعي الحقيقية في المملكة بجامعة تحمل اسم ملكها. والتحق بالجامعة الطالبات السعوديات ابتداء من عام 1381 للهجرة. فيها تصون العهود الذمم، يعانق فيها سماح الهمم، وفيها تصون العهود الذمم، ستبقى بلادي منار الأمم، لتمنع عنها دياد الظلم. باسم المهيمن حامي العلم، وعزم السيوف وهدي القلم، وعزم السيوف وهدي القلم. ليس مطلوب من هذا المرفق أيها الإخوة أن يأتي كل يوم وليلة وينشر على أمواج الأثير أو على شاشة التلفزيون صورة فيصل أو قال فيصل أو عمل فيصل أو أراد فيصل. لا، ليست هذه مسؤولية. فإذا كان يعمل فإنما يجب أن يعمل في سبيل الله ثم في سبيل وطنه وأمته. ولد الملك فيصل في عام 1324 للهجرة، نشأ نشأة دينية صالحة وشارك في حملات توحيد البلاد. كان سياسيا محنكا، حيث أرسله والده الملك عبد العزيز رحمه الله في سن مبكرة إلى زيارات لبريطانيا وفرنسا، وذلك في نهاية الحرب العالمية الأولى، وكان عمره 14 سنة. قاد وفد المملكة إلى مؤتمر لندن، وساهم في القضية الفلسطينية المعروفة كمؤتمر المائدة المستديرة. قاد الملك فيصل القوات السعودية لتهدئة وضع متوتر في عسير، كما شارك في الحرب السعودية اليمنية. وقبل أن يبلغ 30 من عمره أصبح نائبا للملك على الحجاز، ومن ثم رئيسا لمجلس الشورى، ثم أصبح أول وزير للخارجية، حيث رسم سياسة الخارجية السعودية. وقد شهد عهد الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله تطورا في مناحي الحياة المختلفة، وكان التعليم أحد أبرز الجوانب التي حظيت بالعناية وكريم الاهتمام، وامتدت إليه يد الرعاية حتى شمل البنات إلى جانب البنين. وهذا كله دل بشكل أكيد على ما أظهره رحمه الله من عناية فائقة وحرص بناء على تطور التعليم وانتشاره في المملكة العربية السعودية. وقد أدرك القائمون على الأمر أنه لا نهضة حقيقية إلا إذا قامت دعائمها على ما بدأت به الحضارة الإسلامية الأولى، وهي الأسس العلمية والثقافية. ولعل من أهم ما يلفت الأنظار إبان حكم الملك فيصل أن الحركة العلمية ونهضتها قد زاد اهتمامها بتعليم الفتاة السعودية، وكانت نظرة الملك فيصل العميقة لتطوير تعليم البنات قد أخذ بيد الفتاة السعودية ومكنها من اللحاق بركب التطور التعليمي في المملكة، فأهلها لتكون أم تسهم في بناء مجتمع سعودي أكثر حضارة وتقدما. هذا بالإضافة إلى تطوير عدد من الجامعات وتهيئتها بمختلف التخصصات والأهداف، وما استلزم ذلك كله من زيادة عدد المبتعثين من أبناء المملكة إلى خارج البلاد للتزود بمعارف أكثر، سواء في المستوى الطلابي أو الإداري. فلا عجب أن شهدت الحركة العلمية في عهد الملك فيصل رحمه الله تطور جعلها تلحق بركب الحضارات التي سبقتها كثير من الدول،
حيث أن المرأة السعودية أصبحت الآن تشارك في القوى العاملة وتعمل في مختلف مجالات الخدمة، وهكذا فيما قدمته حكومة الملك فيصل من خدمات ومزايا لتعليم الفتاة السعودية جعلها تنهض وتساهم مساهمة فعالة نحو طريق التقدم والتطور الذي وصلت إليه مختلف بلاد العالم. وهذا مما لا شك فيه يعود أثره البالغ والفعال ليس لها فحسب، إنما في المجتمع السعودي من جميع النواحي الحضارية والاقتصادية والاجتماعية. إذن فإن تاريخ الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله متعدد الجوانب غزير الموضوعات مشرق الصفحات، شهدت بذلك المنجزات الكثيرة في عهده الكريم إلى أن توفي رحمه الله يوم الثلاثاء مقتولا في 13 من ربيع الأول عام 1395 للهجرة. من عمق هذه الأرض انطلق بروح بدوي أصيل وبفطرة تحمل في بساطتها وصفائها أسمى المعاني، عاشق الصحراء فكانت أنسه وراحة نفسه، وكان فيها الفارس القناص بصدق إيمانه وصلاح نيته وسداد حكمته، سطر في 7 سنين خطراء مورقة سيرة ملك ونهضة مملكة. إنه خالد بن عبد العزيز. اسمحوا لي أن أحدثكم عن أبي. كان الصدق في رجل، كان الحق في رجل، كان الأمانة في رجل، وكان الثبات في رجل. كاد أسمع من يقول ابنة تتحدث عن أبيها. ما الجديد؟ الجديد هو أنتم. لم يكن أبي وحدي أيها الأحبة، كان أبا كل منكم، كان أبا المواطن والوطن. اسألوا من عرفه من آبائكم أو أجدادكم أو أنفسكم إن كنتم عاصرتموه. كان هاجسه الوطن وأنتم، كان عشقه الوطن وأنتم، من الشاطئ للشاطئ جنوبا وشرقا وغربا، والصحراء وسطا وشمالا. كان المحزم لأهله أنتم وإخوانه إذا اشتدت الأمور. كان همه الوطن وأنتم، كان كالغيث إذا هل أينع، كان هواه أرضه وناسها، كان المحب والمحبة والمحبوب. كان رحمة قوة ولم يكن رحمة ضعف، كان حاضر البديهة لماحا ولم يكن يخشى سوى الله. خالد ليس صورة أو فيلم وثائقي أو كلمات ابنته. خالد هو أنتم، فابحثوا عنه في ملامحكم وفي الرمل والماء والوادي والجبل الأشم، المملكة العربية السعودية. خاض التعليم في عهد الملك خالد خطوات واسعة، وزادت مخصصاته المالية مما كان له أبلغ الأثر في التطور الذي حصل في قطاع التعليم،
ولعل من أبرز معالم هذا التطور هو إنشاء وزارة التعليم العالي التي أنشأت في عام 1385 هجرية لتتولى تنفيذ سياسة المملكة في مجال التعليم العالي من الإشراف على الجامعات والتخطيط للتعليم الجامعي وإرسال البعثات، وأيضا إنشاء جامعة الملك فيصل في الإحساء عام 1396 هجرية، واشتملت على عدة كليات تناولت تخصصات الطب والعمارة والزراعة والطب البيطري إلى جانب العلوم الإنسانية، وإنشاء جامعة أم القرى بمكة عام 1401 هجرية، وتم افتتاح عدد من الكليات بها ومنها الشريعة والدعوة واللغة العربية والعلوم التطبيقية والعلوم الاجتماعية والعلوم الزراعية، وأنشئت أيضا المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني التي أنشئت بمرسوم ملكي في عام 1400 لهدف تطوير برامج التعليم الفني والتدريب المهني، وتم افتتاح مراكز جديدة للتدريب المهني في عدد كبير من مدن المملكة ومنها الباحة ووادي الدواسر ومكة والمجمعة وتبوك. كما شهدت جامعة الإمام محمد بن سعود وجامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود المزيد من التطور بإضافة كليات جديدة وتوسع في بعض الكليات الأصلية. لقد كنا نشعر بأن كل منهم ينكر ذاته ويصرف في العطاء ويجعل من حياته الخاصة والعامة مشعلا يضيء لأبنائنا الطريق إلى غده السعيد بإذن الله. ولن ينسى أي مواطن في هذا البلد دين رجال التربية والتعليم في أعناق الجميع، لأنهم كانوا مثلا يحتذى في علو الهمة والحرص على أداء الواجب والوطنية في أجل صورها، فليجزهم الله عنا خير الجزاء وليطرح في غرسهم الخير والبركة والنماء. إن حكومة المملكة منذ عهد جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله لم تدخر وسعا ولا مالا ولم تأل جهدا في سبيل العمل على نشر العلم وتحقيق فرص التعليم لجميع المواطنين في شتى مناطق المملكة حتى النائية منها، إيمانا منها بفضله في تغيير صورة الحياة ومعالمها على هذه الأرض الطيبة، وتطبيقا لما شرعه الإسلام الذي هو شريعة المملكة ونبراسها، واستهدافا لخلق الكوادر الوطنية التي تتشارك في نهضة بلدها والأخذ بيدها إلى مستقبل مشرق زاهر بإذن الله. اختار الله عز وجل وله الحمد والثناء هذه البلاد لتكون منطلق الرسالة الإسلامية الخالدة ولتكون حاملة للهدى والعلم والعرفان، تأخذ به نفسها وتبشر به الآخرين وتنشره في كل مكان، وبفضل الله وتوفيقه لم ينقطع موكب العلم والهدى في بلادنا العزيزة، بل استمر في المسير والعطاء حتى عصرنا الحاضر. إن التعليم هو عامل مهم جدا من عوامل تقدم الأمم، وبدونه ما من أمة تستطيع تحقيق أي تقدم وازدهار لشعبها وبلادها. سردنا نحو العلا يا خالد، أنت فينا اليوم نعم القائد. سردنا نحو العلا يا خالد، أنت فينا اليوم نعم القائد.
يحظى التعليم باهتمام بالغ من قبل جميع الدول والمجتمعات لما له من أثر على رقيها وتطورها وتقدمها العلمي، ولما يلقى على عاتقهم مهمة تخريج كوادر بشرية من أجل التنمية الوطنية. وقد شهدت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله تنمية شاملة تتناول كافة جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا الإطار يطلع نظام التعليم بدور محوري لتلبية احتياجات عملية التنمية من القوى البشرية المؤهلة علميا والمزودة بالمهارات الفنية رفيعة المستوى والمتسلحة بالإخلاقيات الحميدة والتصرفات القويمة في إطار التعاليم الإسلامية السمحة. عطينا العهد ملكنا فه، عطينا العهد ملكنا فه، ولي عهده عبد الله. عطينا العهد ملكنا فه، عطينا العهد ملكنا فه، ولي عهده عبد الله. يسعدني أن أول عمل حكومي أديت واجبي المتواضع فيه هو قيامي بأعمال وزارة المعارف. القفزة التعليمية التي وجدت في المملكة العربية السعودية لا أعتقد أنها وجدت في أي بلد آخر. يجب أن يدخل العلم كل بيت في هذه البلاد وأن يستطيع المواطنون في حقولهم وأماكن عملهم بنور المعرفة. أما اليوم نصل ونقف مذهولين في هذا العهد المجيد، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الذي حرص على التعليم، ونرى ذلك في كثير من أقواله. التعليم في المملكة نموذج متميز وركيزة رئيسية للاستثمار والتنمية، والأجيال القادمة هم الثروة الحقيقية، والاهتمام بهم هدف أساسي. إن بلادنا العزيزة حظيت بنهضة وقفزة تعليمية كبيرة ممثلة في جامعاتنا السبع ومئات الكليات والمعاهد العليا والمعاهد المتخصصة والمدارس التي عمت كل مدينة ومحافظة وقرية في أرجاء وطننا، ونرى دعمه ومساندته لها حيث هيئ لها جميع وسائل التعليم من خلال برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي أدى إلى تطور في تعليمها ومساهمتها مع الرجل في نهضة المملكة العربية السعودية ثقة بالله وبالقيادة وبنفسها. تؤدي جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن اليوم من أهم وأكبر وأضخم المشاريع التعليمية والعمرانية في عهد خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، وهي أكبر صرح علمي نسائي عالمي. وهذه الجامعة أنشئت بتاريخ 1427 بأمر ملكي، تمت تسميتها باسم جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتاريخ 2008، والذي أطلق عليها هذه التسمية بعد أن اعتذر عن تسميتها باسمه حفظه الله، وأن هذه المدينة الجامعية رسمت لأن تكون صديقة للبيئة. ستستفيد الجامعة من الطاقة الشمسية في توفير 15% من تكاليف التدفئة، وتحتوي المدينة على تقنية توفر 18% من تكلفة التبريد. تضم جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات 13 كلية يدرس بها حاليا أكثر من 26 ألف طالبة، حيث يقوم بتدريسهن 1350 عضو هيئة تدريس. تنقسم أكبر مدينة جامعية للبنات في العالم إلى 3 مناطق إدارية وأكاديمية وسكنية. تضم المدينة نظام نقل حديث يتمثل في تسيير مركبات آلية مكيفة ومبرمجة بتوقيت دقيق، ورحلات متكررة على مدار الساعة تغطي كافة مرافق المدينة الجامعية.
وواضح جدا من هذه المعلومات التي قدمت بين يدي خادم الحرمين الشريفين أن هذه الجامعة ستكون مفخرة علمية عالمية للوطن في المستقبل إن شاء الله. وبأمر ملكي قد تم تعيين الدكتورة هدى العميل كمديرة للجامعة، وهي تعتبر من أبرز الشخصيات النسائية التعليمية في المملكة لما آلت إليه من مراكز علمية مرموقة قد شغلتها في مسيرتها العلمية. فقد كانت في عام 1987 محاضرة بقسم التربية ورياض الأطفال بجامعة الملك سعود بالرياض، وكانت في عام 2002 عضو في اللجنة النسائية الاستشارية في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين، وكانت عضوا في مركز البحوث مركز الدراسات الجامعية للبنات، وعضوا في لجنة إعداد برامج البكالوريوس في دراسات الطفولة المبكرة لكلية إعداد المعلمات وزارة التربية والتعليم، ومشرفة على التدريب الميداني في قسم التربية ورياض الأطفال. وفي عام 2003 كانت عضوا في اللجنة العلمية لندوة الطفولة المبكرة، وفي عام 2004 كانت مستشارة في وزارة التربية والتعليم، وفي عام 2005 وكيلتها قسم التربية ورياض الأطفال بجامعة الملك سعود، وفي عام 2007 كانت وكيلة كليات التربية بجامعة الملك سعود. بهذا السجل الحافل بالمشاركات والنشاطات قد ارتقت بهذا الصرح الكبير إلى القمة، فهي مثال ناجح للتعليم النسائي بالمملكة. فالعمل في جامعة الأميرة نورة مستمر على قدم وساق لمحاولة زي ما قلت مقابلة توقعات أولا ولي الأمر وثانيا المجتمع. فهناك في إعادة في هيكلة الكليات، في إنشاء كليات جديدة، في استحداث تخصصات جديدة، في تطوير لمهارات أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية، في تحفيز وتشجيع على البحث العلمي لكل المنسوبات من أعضاء الهيئة التعليمية، وغيرها وغيرها طبعا من المحاولات الجادة والمستمرة والدائمة الآن في جامعة الأميرة نورة مثل ما قلنا، علشان فعلا نكون على مستوى ما قدم لنا سواء من مباني أو من تجهيزات أو من دعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو نائبه، اللي طبعا زي ما احنا عارفين يولون أهمية تأهيل وتعليم وتمكين المرأة أهمية جدا جدا كبيرة. جميل. تعيش والله تعيش والله يا حبيب الملايين، يلي قلوب الشعب عندك وداعا، عندك يا ابو متعب لها حول عامين، شايب شايب لسن الرضاعة. تعيش والله يا حبيب الملايين، يلي قلوب الشعب عندك وداعا، عندك يا ابو متعب لها حول عامين، شايب شايب لسن الرضاعة. التعليم في المملكة نموذج متميز وركيزة رئيسية للاستثمار والتنمية، والأجيال القادمة هم الثروة الحقيقية والاهتمام بهم هدف أساسي. إن بلادنا العزيزة حظيت بنهضة وقفزة تعليمية كبيرة ممثلة في جامعاتنا السبع ومئات الكليات والمعاهد العليا والمعاهد المتخصصة والمدارس التي عمت كل مدينة ومحافظة وقرية في أرجاء وطننا. برنامج الإذاعة الخارجي يعد من أكثر المحطات أهمية في مسيرة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، بأهدافه الرامية إلى خلق جيل له القدرة على المساهمة في مسيرة حالة التطور التي تعيشها المملكة. الملك يصنع التاريخ، يصنع المجتمع بطريقة أخرى، يعني في قالب عصري حديث. وأن هذا البرنامج، برنامج الابتعاث، حيكون انعكاسات على المجتمع السعودي
غير عادية. من ضمنها من الانعكاسات الأساسية تعليم المرأة وتطوير المرأة. غادة مطلق عبد الرحمن أم بريد، سعودية تبلغ من العمر 32 عاما، استطاعت استخدام الضوء بدلا من المضة، حيث استطاعت إظهار اسمها على لائحة المخترعين الجدد في أمريكا بعد أن نالت أرفع جائزة للبحث العلمي في أمريكا. أنهت غادة دراستها الثانوية في مدارس السعودية، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة للتحصيل الجامعي، حيث تخرجت من كلية العلوم قسم الكيمياء في جامعة أوكسيدنتال في لوس أنجلوس، ثم أكملت رسالة الماجستير في الكيمياء الحيوية من جامعة كاليفورنيا بريكلي، وحصلت على منحة الدكتوراه من ولاية كاليفورنيا في الهندسة الكيميائية. هي تعمل حاليا أستاذة في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية. فنالت الدكتورة غادة المطيري جائزة الإبداع العلمي من أكبر منظمة لدعم البحث العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية HIM، وقيمتها 3 مليون دولار. وهي جائزة تحظى بتغطية متميزة في الأوساط العلمية الدولية، وتمنح لأفضل مشروع بحثي من بين 10,000 باحثة وباحث، لتنقش اسم بلادها واسمها على لائحة المخترعين الجدد في الولاية. From your observation for Saudi students, do you think there is any difference between Saudi man and women in the way of thinking, hard working, and education? Well, that's a big generalization, and we mustn't generalize too much. But generally, in my experience of in the English language context, that Saudi women tend to be more focused and more disciplined than Saudi men. They also tend to be more motivated, so they know what they want to do and they work hard to get it, and they do their homework, they organise themselves very well. And even though they have children and a husband and a home to look after, they still manage to do their work as well. I think it might be I think that might be generalisation of women, that they're used to doing many things at once and working hard. But generally, I mean, the men achieve as well, and they work hard too. But it's comparing them, and I think the women do have this more, have better study skills, and they're more organised. Yeah. They're more focused. What do you expect from Saudi women to do in order to bring improvement to science? Improvement to science? Well, I think doing what they're doing, more and more Saudi women that we have here are going down the science pathway. Which is a good thing. I think for all countries we need more scientists, and Saudi women I think are probably very good scientists because they are organised and thorough and they have that good brain for science. So I can imagine Saudi women are very good scientists.
And do you think Saudi women want to have enough to compete for difficult science and to achieve high standard studies? I think Saudi women can do that. I'm not sure when they go back to Saudi Arabia what jobs they are offered. I don't know about the equal opportunities in Saudi Arabia, but certainly while they're here, they can compete and get good grades and get the qualifications to be scientists quite easily, I'd imagine. But when they go back to Saudi, I don't know if they are equal when they apply for jobs. Are they? Yes, they are. But sometimes not. Right, okay. I think that might be a stumbling block for Saudi women. But I'm sure in time, Saudi women will get more and more of the top jobs. Thank you very much, Mrs. Ross. You're welcome. Hi, let's start to this question. From your observation for Saudi students, do you think there is any difference between Saudi men and women in the way of thinking, hard working, and education level? Mm-hmm. Well, first I have to say that my experience is very limited. I taught some Saudi Arabian men for probably 2 weeks in summer. And I have taught only one Saudi Arabian woman. So I don't know whether I can generalize. But I can make some comparisons. My impression of the Saudi Arabian men, they were very polite, very considerate, very easygoing. They enjoyed discussing problems. They always had their own opinion. I ask them a lot about Saudi Arabia because I know very little about your country. And yeah, we all have all sorts of stereotypes. And I was really glad that I could meet people and talk to them. And they all sounded very respectful of their wives. They were all married. I would say the men, I can't say Saudi Arabian men, but the men I taught in summer, they were not very hardworking. Their English was okay, yeah. But they didn't work hard enough on their homework. They were great in class, participated in all discussions and everything. And my impression of Saudi Arabian women, like I said, is based on one woman. And I am really impressed. Very hardworking. Always well prepared. Homework always done very carefully, very thoroughly. All the new words looked up. I think this is what, from my experience, very limited experience, this is what the men lacked here, the men that I taught. This Saudi Arabian woman was also very active in class, had her own opinion, was never embarrassed to voice it, was very respectful to other students. So my impression is that Saudi Arabian women, if they're all like you, they're very capable and very hardworking. And I think they can study anything because you have shown good critical thinking skills and this thoroughness. This is the things that are important for studies. Okay, thank you. And what about, what do you expect from Saudi women to do in order to improve science? Well, it's hard for me to answer this question because I'm not a teacher of science. My knowledge of science is very poor. But, well, I have no doubt that
like a woman like you could major in science like chemistry or physics, because you have good critical thinking skills, you have a good memory, so there's nothing that can stop you from being a good scientist. Okay, thank you. And do you think the Saudi woman working hard enough to compete for difficult science to achieve high standard studies? Well, like I said, my experience is only one woman. Well, I wish all my other students worked as hard as you do. And, well, I'm sure that you work hard enough and you will be able to compete with men or other women. Because you, I think you set very high standards for yourself and you try to achieve your goals and to reach those standards. So I don't think there can be any obstacles academically for women like you. Okay, thank you very much, Mrs. Galina. You're welcome. الله أكبر يا بلد انت روح في جسد عشت يا نبض الورد في قلوبنا انت الوحيد يا ترى جدي وابوي يا فدا نفسي واخوي لا لا وربي ما تهون دونك جموع تصون من ثراك من طمع به في هلاك الله أكبر يا بلد انت روح في جسد عشت يا نبض الوريد قلوبنا انت طرف الحدود ما يدري ان ترابنا مسك بدم سلافنا الله على قلب حقود لامس طرف الحدود ما يدري ان ترابنا مسك بدم سلافنا وما درى انه وطى حد يهين اللي صفى ماديت بكبر حنا توارثنا الصبر وابشر بعزم من حديد شعب لهم باسم شديد